معنا مشاهدينا الكرام بشأن هذا الموضوع من برلين السيد علي القيسي رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق، مرحبا بك. إذا منظمة هيومن رايتس ووتش أكدت أن قانون مكافحة الإرهاب في العراق غامض ومليء بالعيوب، كيف تشخص هذه العيوب سيد علي القيسي؟ سيدي الكريم، قانون مكافحة الإرهاب في العراق وفي إثارة الدول العربية وقدر تعلق الأمر في العراق هو رخصة للقتل والتعذيب والابتزاز، يعني رخصة قانونية يستطيع بمقتضاها المحقق. ونحن حين نتحدث عن محققين وعن شرطة وعن أجهزة نتحدث للأسف عن ميليشيات طائفية حاقدة تريد تمزيق العراق، تريد عملية يعني ترهيب المواطنين وتهجيرهم وقتلهم وابتزازهم. المشكلة في العراق مشكلة عميقة جدا بسبب انهيار منظومة القضاء. القضاء في منظومة القضاء في العراق منهارة تماما، ولا يوجد حتى يعني مسألة المحامي اليوم في العراق. حين نتواصل مع أخوة محامين نطلب منهم أن يتحركون بهذا المجال للدفاع عن المعتقلين، قالوا لنا أن مهنة المحامي في العراق أصبحت يعني هناك راشي ومرتشي ورائش. المحامي الآن يراد منه أن يكون رائش وسيط فقط. هذه الكارثة، انهيار منظومة القضاء زائد انهيار يعني منظومة الأجهزة الأمنية وتشكيلها على أساس طائفي ولا تعمل بالقوانين الوضعية إطلاقا، أمر طبيعي أنه يتفشي هذا الأمر الكارثي في العراق. ولكن يعني ما الذي بوسعه أن يفعل القاضي في مثل هذه القضايا؟ كيف أثر هذا القانون في السلطة القضائية في العراق وأحكامها على المعتقلين؟ يعني بعض المعتقلين أمام القاضي يعترف بجرم لم يفعله بسبب التعذيب كما تعلم. سيدي الكريم، لو كان هناك قضاء نزيه وقضاء حقيقي في العراق 99% من المعتقلين في العراق الآن يطلق سراحهم. كل القضاة يعلمون جيدا بحقيقة تعرض المعتقلين للتعذيب والانتزاع الاعترافات. وهناك معتقلين يقف أمام القاضي رغم ما تشكل عليه هذا من خطورة ومن نتائج تعود عليه بالتعذيب مرة أخرى، يقول أمام القاضي بأنني تعرضت للتعذيب، ورغم ذلك القاضي لا يتخذ أي إجراء. المشكلة في العراق هي انهيار منظومة القضاء وتفشي ظاهرة الرشوة والفساد، كما أن عمليات الاغتيال التي تمت لقضاة ومحامين نزيهين أمر هذا معروف أيضا. فلم يبقى في القضاء العراقي إلا القاضي الذي يسكت عن الجرائم ويحكم بما لم ينزل الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني المنظمة ذكرت أن هناك جرائم واسعة قد انتهكت تحت غطاء قانون مكافحة الإرهاب. إذن هل سيسهم هذا القانون بطريقة يعني تسمح للحكومة باستهداف أي معارض لها تحت حجة هذا القانون؟ سيدي الكريم، كما قلت في بداية الحديث أن هذا القانون هو رخصة للقتل والابتزاز وحتى للتهجير. الآن في مدينة الموصل وصلاح الدين خصوصا تتم عملية مساومة، يعتقل الشخص ويقوم بإجباره على بيع دار سكن أو أرض زراعية أو معمل وغيرها من هذا الأمر. هذا القانون مكافحة الإرهاب الاستفزاز ومع انعدام الرقابة القضائية والقانونية على من يحقق ومن يعتقل، هذه هي الكارثة، تؤدي إلى انفلات و ارتكاب جرائم بشعة بحق الإنسانية في العراق. شكرا جزيلا لك من برلين سيد علي القيسي رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق.